السلام عليكم الاخوان، مزيانين بخير؟ كيف دوزتوا النهاره ديالكم؟ بخير امورانيه. بالنسبه للدراري الجديده اللي كيف ما كان قلت لكم دائما غتشوفوا واحد الفيديو انا عملته في الصباح غير بالصدفه مع واحد الشيوع. شوفوا الطريقه كيفاش كيخدم هو، شوفوا هو كيفاش ملي جا من سلاو. انا كنت كنظن هو كازاوي ولا قنيطري، فهمتي؟ صدق هو سلاوي. تحيه الناس سلاو كازا والمغرب كامل. شوفوا الطريقه اللي كيفاش بارتو كيخدم بيها. انا جاي يوريني كيفاش كيخدم، قلت له نصور بلاتي فتح التليفون، فهمتي؟ طيبوا منظر وشوفوا كيفاش السيد كيحفظ مدينه وكيفاش كيحفظ بارادات في عقله بدون جي بي اس. ورينا اخي. السلام عليكم الاخوان، بالصدفه فتحنا هذا الفيديو هذا. كيفاش الواقعه؟ ورينا هنايا يا رماموس كنجيبو الطريقه كيفاش كيكون بنادم براني في وسط المدينه وكيبغي يخدم في وسط المدينه طنجه، يعني هذا العشيور. العشيور ديالي السي انور، تبارك الله على السي انور. بيبا خي انور تشبرو بحال هكا السيلو والورقه وديرو ها كيفاش كتحاولوا ترسموا بطريقه دي غتفهموها. هاد النقاط مثلا بارادات، هادي راها طريق، هادو بارادات، هادي راها رون بوان، كتكتب عليها رون بوان برجيفا، داكشي اللي في عقلك كتبقى غادي به، يعني انت غتفهم نفسك، كتكون واحد الفهم كيكون بسيط، دغيا تقدر تفهمو، أما إلا جا إنسان آخر كيهضر بواحد اللهجة أخرى، وغيفهم إنسان كيعيش في الغرب ولا كيعيش في الدار البيضاء ولا الله أعلم متيعرفش المنطقة، راه صعيبة صاحبي. صعيب باش كيسمع ويقول ليه فهمتك، لا غايقول ليه لا ما فهمتكش في الاول. صعيب شويه، حنا كنهضروا دابا بالتجربه باش يقول لك غير بفمو. هادشي غتهز واحد 18 ديال الناس في 24 بلاصه، وديك 24 بلاصه كتكون تقريبا 24 كيلومتر مربع. ايوا هادشي اللي كاين. واش فهمتوا الاخوان؟ بالنسبه للدراري اللي كيسقسوني يعني كيفاش يخدموا في طنجه، انا قلت لك يعني هذا الانسان هذا زعيمي، هذا خدم معنا في ايام الكوفيد، وهذا هو اللي هضرت لكم عليه في واحد الفيديو، قلت لك واحد العشيور كازاوي، وانما هو ماشي كازاوي، واقيلا قنيطريه. انا سلاوي. سلاوي. بيبا الناس. اهل السلا اهل الربالة. الله يرضى عليك، بيبا الدراري. واش فهمتيني؟ يعني الانسان خصو يكون زعيمي، هذا الانسان هذا زعيمي، انا كنعرفه زعيمي. وفيفا سانتو بوا. دريت سانتو بوا. وفيفا سانتو بوا. فيفا سانتو بوا. خي حمد ديالنا والحاج والعالم. داك الشيء اللي كاين والله العظيم. الله يرحم الوالدين. اي والله. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. بالنسبه للدراري كيفاش كتحفظ التراجيات، هذه هي الطريقه الخاوه كيفاش كاين بنادم. هذا بقى كنقول لك على الزعيم، هذا الخريطه كيكتبها في الدفتر ديالو. كتكتب الخريطه في الدفتر ديالو. ما يهضر مع حتى واحد. كل شيء مسائل ديالك. كتخطط امور ديالك باش الطريقه اللي غتفهمها انت. ماشي غير نسمع انا واحد يقول لي الخاوه نقول لي فهمتك. ممكن صعيب غتفهمو. لحقاش اللغه مختلفه، اللهجه مختلفه، وعاد المدينه ما عارفهاش. الله يرضى عليك. يعني هادشي اللي كاين. اي والله يوفق الجميع. امين اخي. بيبا الدراري، واي واحد بغى شي حاجه في الكومنتيرات بارطاجيو معنا فيديو، وفي الكومنتيرات انا كنجاوب اي واحد في الميساجات شي حاجه احنا معاكم. واللي بغى يخدم شيفور ديال المينيبوس ديال الترونسبور اي لحظه يصيفط الميساج ديالو، راه الباب مفتوح للمساعده. حنا ماشي فان ما باترونين، حنا عاشي يافر، ولاني حنايا الباب مفتوح اننا نوجهو بنادم لشي حاجه كنعرفوها. الا عرفنا راه هاد الشركه خاصها ولا هاد البلاصه خاصها، راه صافي بليزير اننا نبارطاجيو المعلومه. وشكرا بزاف، تحيه نضاليه. بيبا الدراري، وتحية الشيافر كاملين، المغرب كامل، من طنجه للقويره، واللي بعدين اللي في شي شكل هيدا وما عارفين راسو، ما نبقاش انا كل فيديو نبقى نجبد بنادم الناقص، وانما انا كانت الشيء هذا كنعملو بنادم اللي باغي يخدم على راسو واللي باغي هاد البلاد هادي. والبراني الله يحفظك. الانسان اذا كان غادي يشد طريق واحد 400-500 كيلومتر غيجي من تينغير وغيخدم في طنجه، الطريقه هادي راه مزيانه ليه، راه بالزربه غادي يعرف المدينه وبالزربه غيعرف البلايص، وغيكون مرتاح، كينعس مزيان، تياكل مزيان. ايوا الخبار في راسكم. السلام عليكم يا رماموس.
مهم بحال اللي شفتوا الدراري في فيديو فهمتيني، كل واحد كيفاش كيخدم الطريقه، كل واحد سبحان الله عنده واحد الفكره كيخدم بها راسو، لهذا الانسان ما يعقش شي والسلام فهمتي، يعني لابد ما الطريقه غادي تحافظها كلشي غادي يتحفظ ان شاء الله، والانسان ما عارف هذا في الدنيا لابد ما خصو يخرج ويجول هاد الشيء، ولا تلاقي سماه في الصباح بوبري هذا كنعرفو شحال هادي فهمتي، تاع مراه وليده، وانا بالصدفه جو راسو كيشرح ليك الطريقه قلت له والله تنصورو فهمتي، صورتو بوبري. المهم اللي تبع فيديو تاع الاخر يبغى يبارطاجي معنا الله يرحم الوالدين بغى، المهم نتوما عارفين شي حاجه في الكومونتيرات انا كنجاوب اي واحد في الكومونتيرات ولا في الميساجات تسرد لي ميساج كنجاوب، هادشي اللي كاين كيف ما سمعتوا، يعني حنايا ما باترونيس ما والو، حنا فقط غادي كن يعني الارشاد تنوريك كيفاش الطريقه كيفاش كيخدم الانسان فهمتي، يعني ماشي غادي نقول لك اجي تصبح خدام ولا تصيفط النمره ديالك كيف ما قلت لك راه نوجد لك النمره وانا عيط لك تخدم، وانما الرزق على الله بيبا يرمانوس، الله يسهل على كل واحد، والسلام عليكم، ساعه سعيده في فيديو.